نعطيه لاين نيوترال انتين تمام وعندك الواحد هو المفروض الجاي زين الثالث الثاني شنو الثالث الجاي ربطك يا ويا عن طريق شو اسمه دقيقة هنا احنا موجودات اي لا الواحد والثاني هنا نورمالي كلوز والثالث نورمالي اوبن من بعد ما يعبر التايمر الوقت المحدد راح يصير ثلاثة نورمال كلوز واثنين نورمال اوبن يفتح نقلل على خمسة اي هاي ثواني بس سكندز بس هنا شنو عندك التأسية ممكن الفولت اللي يصير اذا عندك فولت تذكر اللي صار عندنا الفولت وين اكو ربط كان صاير بين واحد من الفيزات وبين النيوترال لذلك صار فولت تمام وطاح السيركت بريكر هناك فمن يصير عندك دامج فكلش تنتبه على التوصيل مالتك بالضبط لان المشكله يعني كلها نفس اللون احمر هو الخطا اللي يصير عندنا المفروض كل فيز لون تمام والنيوترال هذا قاعد تحطه هنا الواير اسود بس هنا همين ممكن مرات النيوترال محوله الى احمر وصاير الخطا عندنا وصار فولت فجدا التاجات كلش مهمه على مود نحذر من هذا الشيء ولا نقع على الفولت فانتبه مرات الكونتاكتر نفسه اللي هو المفروض يوصل لك تمام ممكن بالخطا انت رابط فيز مع نيوترال ويصير عندك فولت هسه انت راح تحول اوكي نفس الرابط عندك نزل انت هسه المفروض من يشتغل من تطبيق كنترول من تضغط البوش بوتن الاون المفروض شو يصير عندك المفروض يشتغل ستار عم يشغل الموتور بعدين بعد عدد الثواني المحدده انت يتحول الى دلتا